مرحب فيكم مشاهدينا من جديد. معصب، زعلان، فرحان أو مكتئب، كل هاي مشاعر ممكن تكون سبب بإقبالك على الطعام أو رفضك للطعام. ارتباط المشاعر والمزاج بالأكل رح نحكي فيه اليوم بفقرة فيتامين مع أخصائية التغذية منار. صباح الخير. صباح الورد، كيف حالكم؟ احنا بخير، تمام. انت كيفك؟ انت تمام. كيفك؟ انا منيحة الحمد لله. اول شيء منار، انا بس بدي احكي شغلة للمشاهدين. انا منار بعرفه عن طريق السوشيال ميديا. هذا اول لقاء مباشر. صح. انا من الناس اللي جدا بقدروا اللي بيقدم محتوى ورسالة، بيستخدم منصات التواصل الاجتماعي. صحيح. لتقديم شيء للناس. صحيح. وبتبع شغفه طبعا، فهذا شيء موجود عندك بدي احييك عليه. شكرا لك، هذا من ذوقك اكيد. الله يسعدك، شرفتينا اليوم بموضوع اليوم، الاكل العاطفي. لو بدنا هيك ندخل مباشره نعرف الناس ايش هو الاكل العاطفي. حلو. هلا الاكل العاطفي هاي على فكره مشكله كثير متداوله عندنا او شائعه عندنا، وكثير اشخاص ما بيعرفوا انه عندهم فعليا الاكل العاطفي. هلا شو هو الاكل العاطفي؟ الاكل العاطفي هو شكل من اشكال اضطراب الاكل، هو الايتينج ديس اوردر بنسميه، بيكون مرتبط بالحاله النفسيه. من اسمه اكل عاطفي معناها مرتبط بالعواطف، مرتبط بالمشاعر، مرتبط بالحاله النفسيه. صحيح. سواء كان الشخص مبسوط، سواء الشخص كان حزين، سواء الشخص ممكن ملان الان، فكلياتها بتكون مرتبطة بالنفسية. هلا عشان أوضح أكثر إيش الأكل العاطفي، هو بيكون الشخص عم باكل وما عنده رغبة بالجوع، يعني هو مش جوعان بس عم بتناول الأكل. تمام. هلا إحنا يعني كأشخاص أوكي، لما نحس بنوع من الجوع دايركت إيش بنروح ناكل، بعدها ما بنحس بأي نوع من الندم، بالعكس بنكون مبسوطين، يعني نفذنا رغبة جسمنا زي ما بنحكي. أما بالنسبة للأكل العاطفي، فالشخص بيكون قدامه كتير أكل، تمام، وعارف إنه قدامه هالكمية اللي كتير كبيرة، بس مع هيك باكل هذا الأكل، بس بعدها بحس بنوع من الندم، يعني تأنيب ضمير. تأنيب ضمير بالضبط. طب أنا بدي أقول لك إشي عني، يعني أنا بصراحة قاعدة برجع لذكرياتي، لنقول السنابات تبعوني كل إشي، عم بلاقي أنا هاي مشكلتي بدي تحلي لي إياها، وأكيد قولي لي. أنا زعلانة باكل، فرحانة باكل، بفكر باكل، بحب باكل. صح. كل إشي بعمله باكل. صح. إيش يعني هذا إدمان حالة؟ لا، يعني شو بعمل بتقولي أنا عم باكل؟ هلا هذا مش إدمان بنحكي عنه، بس هذا هو فعليا الأكل العاطفي. أنا ليش بلشت بالأول حكيت فيه؟ أشخاص كتير بيكون عندهم هاي الأكل العاطفي بس ما بيكونوا عارفين، يعني بالحالة اللي أنت حكيتي فيها إنه أنا زعلانة باكل، أنا مبسوطة باكل، أنا بفكر باكل، فهاي كلياتها فعليا الشخص اللي بيكون عنده الأكل العاطفي بيكون بيعاني من هدول الأشياء. هو طبعا بتكون نوع من التسلاي الأكل، يعني أنا بس بدي أسلي حالي، أو إنه الشخص مثلا بيكون عنده زي استرس، ضغط شغل، مشاكل معينة، فبيتجه للأكل. بالضبط. يعني فرح، أنت طبقتي مقولة زي المنشار، طالع ماكل نازل واكل. حتى بتطلع أوقات أنا وصحباتي، يعني ما في إشي بقترح امشوا نروح ناكل، شو رأيكم نروح نعمل نوع من التسلاي؟ مع إنك يعني ما بتكوني مثلا متضايقة، بتكوني مثلا مبسوطة، فهو مش شرط الأكل العاطفي. طب لو حكينا منك حكيتي إنه في ناس بتاكل مش جوعانة وبفكر حاله جوعان، كيف ممكن نفرق للواحد يميز إنه هلا أنا عم باكل لأني جوعان ولا لأنه عم بفرغ التوتر؟ حلو، تمام. هلا أول إشي كيف بدي أميز الشخص؟ نفس ما حكيت أول إشي، إنه أنا إذا كنت جوعانة أنا باكل، بعدها بحس حالي مبسوطة. أما الشخص اللي بيكون كنوع من التسلاي أو عنده مشكلة معينة فبده يفرغ هاي الطاقة أو هاي المشكلة، أو بفكر إنه يحل هاي المشكلة بالأكل، بحس بعديها بنوع من الإدمان، بنوع سوري نوع من تأنيب الضمير، عفوا تأنيب الضمير. تمام. أو مثلا إذا شخص عنده زي ما حكيت مشكلة معينة فبيروح للأكل. أوكي. طيب هل في دوافع معينة مثلا للأكل العاطفي؟ إنه مثلا كتير أوقات في دوافع لأي شيء معين، بس بالنسبة للأكل العاطفي شو الدوافع؟ طبعا اكيد اول شيء بتكون نتيجه لمشاكل بالحياه، الشخص بيعاني مثلا من ضغط معين بالشغل او ضغوطات مثلا ممكن نحكي مشاكل عاطفيه، مشاكل نفسيه، مشاكل اسريه، فهي دائما بتنتج نتيجه لمشاكل. هلا اوكي، نفس ما انا حكيت قبل شوي انه ممكن انها تكون من ناحيه انه انا مبسوط، بس الشائع عندنا اكثر اللي هو نتيجه المشاكل الاكل العاطفي بيجي. طيب منار، في تفسير علمي للي بيصير بالجسم؟ طبعا اكيد بخلينا
انه نفكر بالاكل كحل او كبديل لانه نفرغ التوتر اللي طبعا حكيت فيه. اكيد هلا اي شخص بيكون مثلا ستريس، بديش احكي انه عنده مشكله تمام عشان ما نكون سلبيين كثير، أوكي. بيكون ستريس اوكي، ايش بصير عندنا بالجسم؟ بنفرز عندنا هرمون القلق، الستريس هرمون، هو اسمه الكورتيزول. هذا الهرمون بمجرد ما ينفرز بالجسم شو بعمل بيزيد برضه عندنا من افراز هرمون الجوع، فبالتالي الشخص بصير ياكل، فبتزيد عندنا احتماليه تخزين الدهون، فبالتالي برضه بتقلل من الحرق، فمشان هيك الشخص بيروح يلجأ للاكل نتيجه هرمون الكورتيزول. اها يعني هذا الهرمون نقول هو المسؤول عن انه الواحد يروح ياكل وهيك. بالزبط. مشكله بحس ما بعرف، هل مثلا بتحسي الشباب اكثر بيعانوا من هذا الموضوع ولا احنا البنات؟ لا للاسف انه السيدات، للاسف انه السيدات اكثر اكثر طبعا. اغلبهم مثلا ممكن انه يكون نقول مشاكل عاطفيه مثلا، نقول اغلبيتها مشاكل عاطفيه. نعم صحيح. فمشان هيك طب في رابط مباشر بين الاكل العاطفي والناس اللي بدها تنحف بس بتلاقي حالها فشلت بانها تنقص وزنها؟ طبعا اكيد. شو الرابط؟ هلا شخص اذا بيكون بيعاني من مشكله، او بديش احكي مشكله مره ثانيه اوكي، احنا اذا بدنا نوصل لهدف معين انه انا انقص من وزني، لازم اول شيء احنا شو بنحكي للشخص؟ انه يكون عندك اراده، صح ولا لا؟ طب اذا الشخص ما عنده اراده واي مشكله عم بيواجهها عم بيروح دايركت للاكل بحلها، فايش طبيعي رح تاثر على نقصان الوزن، يعني ايش طبيعي ما رح تساعده، بالعكس هاي رح تساعده بزياده انه يزيد من وزنه، فما رح يقلل من وزنه ابدا. طيب نقول الأكل العاطفي، هل هو مرتبط بس بنقول الشغلات السلبية أو برضو في له ارتباط بالأشياء الإيجابية اللي ممكن إنها تصير؟ طبعاً هلأ من ناحية سلبية هو أكتر بيكون شائع عنا، بس من الناحية الإيجابية زي إيش مثلاً؟ زي مثلاً شخص بيكون قاعد عم بتفرج على التلفزيون مثلاً على موفي هو كتير بيحبه، طب هو مبسوط بهاي الحالة، دائماً شو بنلاقي جنبه؟ مثلاً بوشار، تشيبس، شوكولات، أشياء مثل هيك، فبهاي الحالة هو مش زعلان، هو مش حزين، هو مبسوط بس ما هيك عم باكل تمام، فمش شرط إنه يكون حزين يعني عشان كان حزين او ممكن بمشاعر الفرح. ايوه بالضبط، الواحد يلجا للاكل. بالضبط. طب بتعرفي شغله وانا بقرا يعني هيك عن الموضوع، شفت انه الموضوع مرتبط برضه بثقافتنا او بتربايتنا، يعني في كتير أسر بتحسسك إنه الأكل جائزة إذا نجحنا مثلاً بمناسبة، اليوم كلنا بنلتم على بيتزا على إشي معين، شو يعني في شو وضعه من ناحية الاجتماعية ومن ناحية المجتمعية مع الأهل؟ في رابط بتحسي وهذا ممكن يكون سبب قوي طبعاً أكيد طبعاً أكيد. هلا دائماً إحنا حسب ما بيكونوا أهالينا، كيف أهالينا عودونا اوكي احنا رح نكون مثلهم، بس مشان هيك لازم انه شوي يكون في عندنا وعي للموضوع اكثر واكثر، على اساس اي مشكله بنواجهها اي ضغط ما اروح دايركت انه اكل، اروح اكل انا فعليا انا هيك ما حليت المشكله، انا اوكي هاي في لها تبعيات صحيه ثانيه اللي هو مثل زياده الوزن، السمنه، امراض مزمنه احنا بغينا عنها، فهي كلياتها مندمجه مع بعض. صحيح منار، أنا بدي أحكي لك شغلة. هلأ كتير بلاقي إنه الواحد بس يصير عنده جوع خصوصاً بالأكل العاطفي مثل المسمى اللي قلتينا عنه، ليش بنتجه دايماً للأكل اللي فيه كربوهيدرات، فيه سكريات طبعاً. فيه دون، إيش العلاقة؟ حلو، احنا كثير بنعرف انه اي شخص عنده اكل عاطفي مستحيل يروح ياكل مثلا تفاحه او موز، دائما راح يروح مشان يعني لازم نروح على الدسم. ليش؟ شكلت. بيروح عاده للثلاث مواد غذائيات اللي هو فيه سكريات او فيه دهون مشبعه، بتكون دهون عاليه او فيه كميه صوديوم كمان كثير عاليه، هدول الثلاث مواد فيهم زي ماده مخدره. شو بتعمل؟ هلا في مستقبلات على اللسان ترسل اشارات للدماغ بتخبره انه هذا الشخص تناول واحده من هدول الثلاث مواد الغذائيات، فشو بيعمل الدماغ؟ على إفراز مادة اسمها الدوبامين اللي هي هرمون السعادة، فبالتالي الشخص إيش إنه أنا أكلت شوكولاتة خلاص أنا هلأ مبسوط أنا هلأ مرتاح، بس هو مش عارف إنه هي لحظية، وفجأة بيعمل دروب الدوبامين، فبهاي الحالة بيروح يأكل مرة تانية بدوز أعلى، فبنفرز مرة تانية، فبصير عندنا مشكلة بإفراز الدوبامين. هرمون السعادة. طب ممكن كمان هون نحكي بشغلة إنه حتى لو بدنا نلجأ للأكل اللي هو ميولنا دائما إله شوكولاتة وغيرها، الواحد يروح للأشياء برضو الصحية ممكن. منها ممكن يعني في شوكولات اللي هي الدارك مثلا، الأشياء هاي يعني على الأقل تأنيب الضمير يكون عنده بدرجة أقل. شوف أنت من هاي الناحية هو لازم أوكي، بس إحنا أغلبيتنا وقت الجد ما بتروح على الدارك شوكولات، ما بتروح على تفاحة ولا موز، أنت بتروح على جنك فود، على شوكولاتة، على تشيبس. طب تشوفي برضو بهاي الحالات إن الشخص
ما يخلي قدامه هاي الخيارات، صح؟ نعم صحيح طبعا. يعني من علاج أو نحكي حتى أنا أمنع الشخص أنه يصير عنده الأكل العاطفي، عادة ننظف البيت. شو يعني ننظفه؟ مش ننظفه، لا يعني ننظفه من الأكل الغير صحي. يعني إذا كان في عندي مثلا فواكه، إذا كان في عندي خضار لسه أحسن وأحسن. فيعني سلطة فواكه، وأنت بتقدر تزين الصحن زي ما بدك، على أساس بتعرفوا العين بتاكل. صحيح. فإذا أنت حطيتي ألوان، إذا حطيتي صحن كتير حلو، أنه بصير عندك قدرة أنك تتناولي هذا الأكل. وبعدين ما ننسى فيها فيتامينات، معادن، فيها كمان كمية سوائل، هاي كمان بترفع هرمونات السعادة بالجسم، فبتساعده. بس هلا نشوف مين اللي بده يلتزم بهذا الاشي. يعني انا اول ما ارجع تعطيني شوكولاته اشياء زاكيه. اكثر البنات على فكره هيك بيلجأوا للشغلات اللي سويت، يعني طبعًا الاشياء اللي فيها سكريات. طبعًا. طب بدي اسالك شو العلاج؟ ايش بتعطيهم علاج؟ يعني مثلا انا معصبه، متضايقه، متوتره، زعلانه، فرحانه، ايش الاشي يخلينا نبعد عن الاكل العاطفي؟ طيب هلا انا اول اشي حكيته اللي هو انه انا انظف في البيت من ناحيه اي اكل غير صحي. في شغله مهمه كثير، انه يكون في عندي ادراك للمشكله. يعني انا اخلي العقل الباطن عندي مدرك انه بيعاني من مشكله معينه، عم ايش بدمجها بالاكل، عم بحلها عن طريق الاكل. مش غلط اني انا اجيب ورقه وقلم واسجل ايش المشكله اللي انا بعاني منها. بشوف مثلا انا معصبه باكل هيك، انا متضايقه باكل هيك. انا اذا كان في عندي ادراك للمشكله انا حليت تقريبا نص المشكله. غير هيك ما ندمج الاكل او ما نشارك الاكل باي نشاطات تانية. يعني زي مثلا وانا بدرس باكل، انا بتفرج على التلفزيون باكل، انا عم بقرا باكل. احاول اني اخلي الممارسات او النشاطات لحال والاكل لحال. غير هيك افرغ الطاقه السلبيه. كيف افرغها؟ من ناحيه رياضه، اسجل مثلا بجيم، المشي، الرقص، الرسم، الكتابه، هذا كله بفرغ من الطاقة السلبية وبمنع الشخص عن الأكل. وأهم إشي تنظيم الأكل. شو يعني تنظيم الأكل؟ إحنا بنحكي عادة 3 وجبات رئيسيات ووجبتين خفيفات. بالضبط، خفيفات. بين وجبة ووجبة بنترك من 2 لـ3 ساعات. بهاي الحالة أنا إمتي النقرشات اللي ممكن أنا أقرشها اللي هو ممكن توديني للأكل العاطفي. وبهاي الحالة مش بس أنا قللت من وزني، أنا ساعدت حالي أني أمتنع عن أي مثلا مشكلة ممكن تصيبني. ليه؟ لأنه أنا عم عبي يومي بالأكل بوقت معين. وطبعا الاستمتاع بالاكل، يعني انا لما اكون على السفره وبدي اتغدى او بدي افطر لازم بس افكر بشو بالاكل. ما افكر في عندي مشكله معينه لازم احلها بعد الاكل، لازم لا افكر، احط كل تفكيري بس بالوجبه اللي انا بدي اكلها. بعد ما اخلص فكر قد ما بدنا. ممكن الشخص اللي بفكر بالزعل او بسبب المشكله هو بياكل مثلا بيزيد من الاستهلاك. طبعا بعدين اذا انت بتلاحظ مثلا اذا انت كنت كتير جعان وخلص هلا انت على السفره عم تاكل، فجاه اجاك تليفون قمت بعديها ما بتقدر تكمل. ليه؟ لانه في صار عندنا احنا في عندنا هرمون الشبع وهرمون الجوع، فبصير في عندنا لخبطه بالافرازات الهاي. يعني منار انا قرات شغله بخصوص الدماغ، بقول لك ليش تركز انت بوجبتك كتير وتحاول انك تبعد مثلا عن التليفون؟ لانه الدماغ بيقوله بيسجل، فهو طبعاً ممكن ما يسجل انك انت اكلت، فهاي طبعاً مشكله طبعاً كمان أكيد. عشان هيك لازم نركز. صح طبعا. وفي اخيرا اي شخص ممكن بيعاني من مشكله كانت كتير كبيره، مش غلط اوكي انه تبع الاكل تبع هدول الاجراءات اللي انا حكيتها والاكل، مش غلط انه مثلا يروح عند طبيب نفسي واخصائي نفسي، ممكن اكيد يساعده بهاي المشكله 100%. انا بس بدي اكد على موضوع النفسي والعقل الباطن وندرك انه في مشاكل. اخصائيه تغذيه منار ابو صبيح، بدنا نشكرك لحضورك لليوم، وان شاء الله حنلتقي فيك في حلقات قادمه. ان شاء الله. حديث لطيف ومعلومات كثير قيمه. مبسوطين انك معنا اليوم. شكرا لك كثير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا فيكي.